السلام عليكم تلاميذ الصف الثالث الابتدائي. اليوم عندنا الدرس الثالث من الفصل الثامن، موضوع الضرب في العدد 7، صفحة 140. فكرة الدرس: أجد ناتج الضرب في العدد 7. قبل ما ناخذ الموضوع لازم نحفظ جدول الضرب رقم 7. 7 في 0 يساوي 0، أي عدد في 0 يساوي 0. 7 في 1 يساوي 7، أي عدد في 1 الناتج هو العدد نفسه. 7 في 2 يساوي 14. 7 في 3 يساوي 21. 7 في 4 يساوي 28. 7 في 5 يساوي 35. 7 في 6 يساوي 42. 7 في 7 يساوي 49. 7 في 8 يساوي 56. 7 في 9 يساوي 63. 7 في 10 يساوي 70. عندنا 7 في 1 يساوي 7، هاي 7 نزيد عليها 7 تصير 14. 7 زائد 7 يساوي 14. 14 زائد 7 تساوي 21. 21 زائد 7 تساوي 28، وهكذا إلى 7 في 10 يساوي 70. نرجع لموضوعنا، فقرة أتعلم. في المتجر 3 صناديق، في كل منها 7 علب عصير. كم علبة عصير في المتجر؟ 3 صناديق، في كل صندوق 7 علب عصير. عدد الصناديق 3، راح نكتب عدد الصناديق وعدد العلب في كل صندوق. في كل صندوق 7 علب عصير، 3 في 7. استعمل قطع العدل لأنشئ نموذجا يمثل جملة الضرب. 3 مجموعات، 3 في 7 يعني 3 مجموعات في 7 يعني 7 دوائر أو 7 علب عصير في كل مجموعة. 1 2 3 4 5 6 7، 1 2 3 4 5 6 7، 1 2 3 4 5 6 7. إذن 3 مجموعات، في كل مجموعة 7 عناصر. 3 في 7، 3 مرات 7 يعني 7 زائد 7 يساوي 14. 14 زائد 7 تساوي 21. إذن الناتج هو 21. 21، 3 في 7 يساوي 21. 3 مجموعات، في كل منها 7 قطع أو 7 علب عصير. 3 في 7 يساوي 21. إذن في المتجر 21 علبة عصير. عدنا المثال الثاني، أجد ناتج الضرب 4 في 7. استعمل الجمع المتكرر. الضرب عبارة عن جمع متكرر. عندنا الطريقة الأولى 7 في 4، الطريقة الثانية 4 في 7. الضرب أيضا خاصية إبدالية، الضرب عملية إبدالية، يعني 7 في 4 هي نفسها 4 في 7. بدلنا 7 بمكان 4 والأربعة بمكان 7 بهذا المثال في الطريقة الثانية. الطريقة الأولى 7 في 4 راح نستعمل الجمع المتكرر، يعني راح نجمع الرقم 4، راح نجمع الرقم 4 7 مرات. 7 في 4 يعني راح 4 راح نجمعها 7 مرات. 1 2 3 4 5 6 7، 7 مرات. 4 زائد 4 يساوي 8، 8 زائد 4 يساوي 12، 12 زائد 4 يساوي 16، 16 زائد 4 يساوي 20، 20 زائد 4 يساوي 24، 24 زائد 4 يساوي 28. 4 راح نجمعها 7 مرات، 7 في 4 يعني 4 راح نجمعها 7 مرات، يطلع الناتج 28. هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية راح نبدل 7 بمكان 4 والأربعة بمكان 7، لأن الضرب خاصية إبدالية. 4 في 7 لأن الضرب عملية إبدالية. 4 في 7 يساوي 7 راح نجمعها 4 مرات، 7 راح نجمعها 4 مرات. 7 زائد 7 زائد 7 زائد 7 يساوي 28. هاي نسميها عملية الجمع المتكرر، الضرب باستعمال الجمع المتكرر. عندنا فقرة أتأكد. استعمل النماذج لأجد ناتج الضرب. راح نستعمل النماذج. عندنا السؤال الأول 3 في 7. 3 في 7 احنا حافظين جدول الضرب ونعرف انه 3 في 7 يساوي 21. راح نستعمل النماذج.
ثلاثة يعني ثلاثة مجموعات، المجموعة الأولى، المجموعة الثانية، المجموعة الثالثة. في كل مجموعة 7 عناصر، 1 2 3 4 5 6 7، في كل مجموعة 7 دوائر. إذا هاي الدوائر إذا نجمعها راح يطلع عندنا 21 دائرة، يعني 3 في 7 يساوي 21. عندنا السؤال الثاني أيضا، 8 في 7 يساوي 56. 8 في 7 يعني 8، راح عندنا 8 مجموعات، 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 مجموعات، في كل مجموعة 7 عناصر، في كل مجموعة 7 دوائر، 1 2 3 4 5 6 7، 8 في 7 يساوي 56، يعني عدد الدوائر جميعها 56 دائرة، 56 دائرة، يعني 8 في 7 يساوي 56. عندنا السؤال الثالث، 4 في 7، 4 في 7 يعني عندنا 4 مجموعات، 4 مجموعات، في كل مجموعة 7 عناصر، في كل مجموعة 7 دوائر، 1 2 3 4 5 6 7، 4 في 7 يساوي 28. هاي الدوائر إذا عديناها كلها تطلع عندنا 28 دائرة. 1 في 7 يساوي 7، عندنا نموذج 1 في 7 عناصر، 1 2 3 4 5 6 7، 1 في 7 يساوي 7. أستعمل الجمع المتكرر لأجد ناتج الضرب. عندنا السؤال الخامس، 2 في 7، راح نستعمل الجمع المتكرر. الجمع المتكرر 2 في 7 يعني 7 راح نجمعها مرتين، 7 زائد 7 مرتين 7 يساوي 14، يعني 2 في 7 يساوي 14. 5 في 7 يعني 7 راح نجمعها 5 مرات، 1 2 3 4 5، 7 مرات، 5 مرات 7، 5 مرات 7 يساوي 35، 5 في 7 يساوي 35. 6 في 7، 7 راح نجمعها 6 مرات، 1 2 3 4 5 6، 6 في 7 يعني 7 راح نجمعها 6 مرات يساوي 42. 9 في 7، 9 في 7 يعني 7 راح نجمعها 9 مرات، 9 مرات 7 يساوي 63. عندنا السؤال التاسع، أعطت أحلام 4 قطع حلوى لكل واحدة من صديقاتها السبع، 7 صديقات، كم قطعة حلوى أعطت أحلام لصديقاتها؟ 4 قطع حلوى، 7 صديقات، إذن 4 في 7، 4 في 7 يساوي 28 قطعة حلوى أعطت أحلام لصديقاتها. عندنا فقرة أحل، أستعمل النماذج لأجد ناتج الضرب. السؤال العاشر، 7 في 6 يساوي 42، إحنا حافظين جدول الضرب رقم 7 ونعرف إنه 7 في 6 يساوي 42، راح نستعمل النماذج. 7 نماذج، في كل نموذج 6 دوائر، 7 نماذج، 1 2 3 4 5 6 7، 7 نماذج، في كل نموذج 6 دوائر، 1 2 3 4 5 6. إذا عدينا هاي الدوائر كلها تطلع عندنا 42 دائرة، يعني 7 في 6 يساوي 42، 2 في 7 يساوي 14، مجموعتان يعني 2 مجموعتان، في كل مجموعة 7 دوائر أو 7 عناصر، 1 2 3 4 5 6 7، 7 عناصر، 2 في 7 يساوي 14، 7 في 6 عندنا 7 مجموعات، 1 2 3 4 5 6 7، في كل مجموعة 6 عناصر، 1 2 3 4 5 6، في كل مجموعة 6 عناصر، 42، 7 في 6 يساوي 42. عندنا أيضا 7 في 4، 7 مجموعات، في كل مجموعة 4 عناصر، يعني 4 دوائر، 1 2 3 4 5 6 7، 7 مجموعات، في كل مجموعة 4 عناصر، 1 2 3 4. إذا هاي الدوائر عديناها كلها تطلع عندنا 28 دائرة، يعني 7 في 4 يساوي 28. أستعمل الجمع المتكرر لأجد ناتج الضرب. 7 في 1 يساوي 7، 7 في 8 يساوي 56،
ثمانية راح نجمعها 7 مرات، يعني 8 مرات 7 مرات 8 أو 8 مرات 7 تساوي 56. 3 في 7، 7 راح نجمعها 3 مرات، يعني 7 زائد 7 زائد 7 يساوي 21. 3 في 7 يساوي 21. 7 في 5 يساوي 35. عندنا سؤال رقم 18، يقف 7 عصافير على كل غصن، ما عدد العصافير التي تقف على 4 أغصان؟ 7 عصافير وعدد الأغصان 4، يعني 7 في 4 يساوي 28 عصفورا. 7 عصافير على كل غصن، عدد الأغصان 4، 7 في 4 يساوي 28 عصفورا.